أيها المتابعون الكرام في كل مكان أعلنت انطلاقتي الشوط الأول الرئيسي رئيس البكار المشتركات 1500 متر رحلة بهذا الشوط وتحديات بهذا الشوط التميز أشواط التميز اللي تميز وشعارات كبرى شعارات تحمل العديد والكثير بمشاركات أيضا للسباقات القادمة لتكون حاضرا بتميزات وشعاراتهم مقدمة الشوط شهب وحمد بن راشد المغرز اللي يقدم لنا شهب المركز الثاني يا سلام يا سلام المركز الثاني وصول طماعة الرومي بن فهد الدوسري اللي دائما يطمع بالرموز المركز الثاني سمحة ومحمد بن زعل بسيف بالدائر النعيمي المركز الرابع وصول من الشاهينية نهيان بن صالح المري المركز الخامس وصول من فزاعة هادي بن مسعود الهاجري اللي يفزع بهذا الشوط ولكن شهب شهب يا حمد يا بن راشد يا بن راشد الشوط الاول غير الشوط الاول حساس يا راعي شهب المركز الثاني سمحة ومحمد بن زعل بن سيف بن دايل النعيمي ولكن الرومي يحاول ولكن الظبي شجاع بن حمد بن طفلة ليتسجع بهذا الشوط الاربع اسماء الاولى بالصورة الواضحة سجل يا التاريخ يا ابوي اليوم 10 من يونيو يا بن زعل زحلهم والمغرز يزحل بهذا الشوط واللحى شهب ما زالت شهب وشاهينية سمحة وشهب شهب 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 يا المغرز سلام وشهب سلام تهانينا لمالك شهب حمد بن راشد المغرز المركز الثاني سمحة محمد بن زعل بن سيف بن دار النعيمي الظبي شجاع بن حمد بن طفلة